في لحظتك يا حبيبتي. قلت اشم هوا واستمتع بالجو. طيب انا خلصت شغل، ممكن بقى تنام عليا وتخليني استمتع بيكي شويه؟ اوكي تيجي نركب مركب نتفسح شويه؟ لا مركب ايه نازله، مش قادر، انا ما عنديش طاقه لاي حاجه غير ان انا اخدك في حضني لحد ما نروح في النوم. هو ممكن بكره نبقى نركب مركب، ايه رايك؟ نشوف. على فكره انت وحشتني قوي. وانت كمان وحشاني، بس انا مش قادر اامن لك. احنا مش قلنا مش هنتكلم في المواضيع اللي فاتت؟ انا مش بتكلم عن اللي فات، انا بتكلم عن اللي جاي. طيب ايه رايك ما تسلمنيش العقد غير لما تاخد حقك منه؟ بس حقي ده فلوس كتير. طب ما انا عارفه وانت جايه هنا وجايبه معاكي الفلوس دي كلها، انت جايه وعامله الخطه وعارفه انها هتتنفذ. ها طبيعي، مش روحك في ايدي. انا لو سالت العقد ده مش هينفع اقعد في اللوكاندا دقيقه واحده بعديها، لو اتمسكت اروح في 60 داهيه. يبقى احنا نمشي مع بعض بكره بعد الفطار، تنزلي وتدفعي حساب اللوكاندا، تطلعي على محطه القطر تستنيني هناك، وانا هطلع من اوضه فخر هانم على عندك على طول. يبقى اتفقنا. ودي هديتك يا فاطمه، معلم القراءه. اتفضلي. والنعمه دي احلى هديه يا ريس الصديق، تصدق فتحت نفسي على المذاكره. اتفضل ياك تطلع على مقاسك. على فكرة أنا جبت لك أكبر مقاس في السوق. لا هتطلع على مقاس إن شاء الله. أنا هقطع عيب. هديتك دي ليا أنا؟ أه بس بالمناسبة هي مش هدية هدية، يعني هي حاجة كده عشان ما يبقالكش حجة في التأخير على الوردية. تعرف يا ريس انا عمري ما حد جاب لي هديه. هي جت اهي. مفيش تاخير بعد كده. حاضر. تسلم ايدك. عن اذنك. يعني ايه بأمارة ايه؟ هو احنا محتاجين أمارة عشان نهادي بعض؟ الساعة دي شكلها غالية. طبعا. لازم تبقى غالية. ما هو الغالي لازم يتهدى بالغالي. من فضلك بلاش الكلام اللي كده ده. اللي هو ايه اللي كده ده؟ بص، اولا شكرا ان انت افتكرتنا في اجازتك، وشكرا على الهديه، ولو سمحت اتفضل شوف شغلك بقى عشان عندنا شغل كتير. لا ما انت مش ملاحظه انك انت اللي معطلاني عن شغلي، وقفتي قدامك كده وانت بتاخدي الهديه وانت شكلك مش قبلاها قوي، وقفني قدامك دي التلامذه، عيب على سنك يا سكينه. عيب على سنك دي؟ قصدي يعني ان احنا مش صغيرين. فهميها بقى. بعدين عيونك ما بيكدبوش. اقول لك على حاجه، انا وانا بجيب الهديه دي تخيلتك وانت بتاخديها مني، وشفت في عينيكي اللمعه دي، وحسيت بالابتسامه دي وبالفرحه دي وانت بتاخديها مني. بص انا هقبلها عشان عارفه انك عنيد، وهتفضل واقف طول النهار قدامي تهدي كده زي الاطفال لغايه ما اخدها. ما عندناش وقت للكلام بتاعك ده، عندنا شغل كتير. اتفضل روح شوف شغلك. هروح اشوف شغلي، بس مش اللي ياخد هديه من واحد يقول له شكرا. ولما احتفك بالهديه هيبقى كويس بقى؟ اكيد هيبقى كويس، لاني في الحاله دي اقول لك شكرا. شكرا. امشي بقى.
لما تشوفيني طالعه ناحيه الاوضه تفتحي معاها اي مواضيع وتفضلي شغلها بالكلام، ما تخليهاش تتحرك من قدامك لمده ربع ساعه، بعدها تاخدي بعضك وتطلعي تستنيني في مكان ما قلتلك بالظبط. بس يا فخر هاني، بعد ما توفى جوزي واخواته عملوا معايا اللي عملوه ده، قلت وانا ايه اللي يخليني عايشه معاهم، خدت بعضي وطلعت على الزمالك على طول. انا برضو قلت كده من الاول انك دخيله على الزمالك، اصل انا بعرف الزمالك شارع شارع وبيت بيت. يا فاطمة، ده انا كنت فاكرك في الاوضه هنا عند فخر هاني. اه انت كنت بتدور عليا؟ اه كنت عايزك تشوفي كده كمان ساعه لو فاضيه. آه لو عايزاني اذاكر لك يعني انا هبقى فاضي. خلاص اعتبرني خلصت شغل. لا مفيش حاجه اسمها اعتبرني خلصت شغل، انا لسه بقول لك قدامي ساعه وانت خلصت شغلك وبعد كده نتقابل. خلص شغل حمام. بتعمل ايه هنا؟ ايه العقد اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ مش عارف اشرح لك حاجه دلوقتي. مش هتعرف تشرح لي ايه؟ هو انا المفروض افهم ايه من اللي انا شايفاه ده؟ انا انت ايه؟ انت حرامي. غيرت هدومك وبعدين جيت وانا قاعده هنا عماله بضرب اخماس في اسداس واقول يا ترى ده اتمسك ولا حد طب عليه؟ قلبي حنين قوي. كانش ينفع اجي لك هنا بلبس اللوكان ده، خصوصا ان انا مش راجع تاني. استحرمت اسرق جاكيت وبنطلون؟ لا بس مش من مقامي. ايوه صح، انت حرامي صيغه وبس. فين العقد؟ في جيبي. لو ان السرقه دي كمان ما كنتش راضي عنها ولا عايز اعملها بالظبط زي السرقه الاولانيه اللي انت خليتيني اعملها غصب عني. خلاص يا علي، احنا نقعد نعيد ونزيد. اعمل ايه وانا بسرق العقد بتاع فخر هاني؟ افتكرت الحادثه بتاعت فتحيه، الموضوع كله عدى قدامي كده كانه فيلم سينما. ازاي جالك قلب تسلميني العشماوي بالبساطه دي وانت اللي ضربه الوليه على دماغها مش انا؟ علي انا ما كانش قدامي حل تاني، كان يا اما اضحي بيك يا اما اضحي بنفسي. يا روح ما بعدك روح، انت نفسك لو في مكاني كنت هتعمل كده. صدقني يا علي انا محتاجه لك قوي، ومن ساعه ما شفت صورتك في المجله وانا حسيت قد ايه انت وحشني. انت مش جايه هنا عشان وحشتك، انت جيتي عشان تذليني وتجبريني اروح اسرق لك العقد ده. واللي يصدقك تاني يبقى عبيط. خلاص يا علي انت حر، هات العقد وخد حقك وخالتي وخالتك وتفرقوا الخيط. ايوه صح كده. مش عارف اشكر حضرتك ازاي، لولا الخطه اللي حضرتك رسمتها دي كان زماني لسه هربان وكان زماني متبهدل خالص. انا دلوقتي كده ممكن اروح اسلم نفسي وانا مطمن، مظبوط؟ طبعا
انت دلوقتي موقفك كويس جدا يا علي. الفتره اللي انت قضيتها في السجن في المنصوره اطول بكتير من عقوبه السرقه والقتل. اعتراف الهام برأيك منه. انت دلوقتي هتطلع على المنصوره ومعاك تفريغ باعتراف الهام، ويومين ثلاثه ترجع تشتغل في الجراند اوتيل تاني، وهترجع على انك علي مش فؤاد، وكمان هتبقى حر مش هربان. الحمد لله. طيب انا بس كان ليا طلب اخير عند سعادتك. طلباتك زادت قوي يا علي. معلش سامحني، ده اخر طلب. اتفضل. انا بس عايز ارجع لوكاندا تاني 10 دقايق بالظبط، هرجع العقد بتاع فخر هانم في مكانه عشان مش عايزه تحس انه مسرق. وهو كذلك. انا هسيبك على مسؤوليتي الشخصيه، بس خلي بالك اي شوشره هناك مش في مصلحتك، عشان تعرف تشتغل هناك تاني. مفهوم طبعا يا فندم، واشكرك للمره الالف. ولا حاجه، على اذن حضرتك. اتفضل. النهارده يوم اجازته؟ لا، بس رئيس الصديق بيقول ان هو قال ان هو عنده مشوار مهم، فرئيس الصديق سمح له يروح المشوار ووزغ شغله علينا. ما قالكش مشوار ايه؟ لا. اوكي. انت كنت فين يا علي؟ عايزك. وانا كمان عايزك. هو في نزل. راح فين؟ راحت ماشي. ايوه فين يعني؟ في الاوتيل يا مراد. هكون رايحه فين يعني؟ ايه الاسلوب ده؟ مالك عصبيه كده؟ ما هو سؤال غريب صراحه ملوش معنى. انا اسف يا ستي، سالتك سؤال شنيع زي كده. انا اسفه. في ايه؟ قعدتي في الاوتيل لوحدي خلتني ابقى زهقانه قوي، والملل مخليني ابقى متعصبه. انا اسفه. طيب ايه رايك بقى نكسر الملل ده ونتغدى بره النهارده؟ حاضر، هخرج اتمشى شويه وعلى ميعاد الغدا هبقى في انتظارك. هستنيكي. ايه ضميرك صحي؟ ايه الجواد ده؟ تفهمي كل حاجه. طب وليه الجواد تقولي دلوقتي؟ ما عنديش الجراءة. جراءة؟ الموضوع محتاج جراءة مش عندي دلوقتي. بس يا ريت لما تقري ما انزلش من نظرك. لسه هتنزل من نظري؟ هروح دلوقتي للرئيس الصديق واخد لي يومين اجازة. لو قريتي الجواب ده وحسيتي ان انتي مش عايزة تشوفيني تاني، هتلاقي فيه رقم تليفون، ادي الأمين هيتصل بيه، واللي هيرد عليه يقول لهم اني مرجعش تاني. ترجع منين وتروح فين؟ وإلا انا ممكن اكون بقرفة جواب هيخليني انا مش عايزك ترجع تاني. لما تقري هتفهمي. انا لازم امشي دلوقتي، لازم اقابل الاستاذ شريف. هتروح فين؟ روح المنصورة. مع مين؟ مش مع حد، لوحدي. وعلى فكرة أنا لما كنت راجع من بره كنت برضه مع الصخ شريف، مش مع حد تاني. الصخ شريف؟ خلي بالك من نفسك يا نزار، خلي بالك من أمين. فخر هانم طلبت ازازه تانية. تحت امرك. ابعت لها حد من الولاد، لان انا خلاص خلصت شغل. خلصت شغل؟ امال هي ليه بتقول ان انت لسه مشغول؟ لا انا فعلا خلصت شغل ومشغول بخمسين تشاي اللي نفسي اشربها تحت هنا. وعلى فكره ده يسمح لي اني اعزمك على كوبايه الشاي دي معايا. وماله؟ فكرة كويسة.
هاتها لي المكتب. لا انا اللي عزمت، يبقى انا اللي اختار نشرب فيه. انا صحيح جيت هنا اول مره هربان من جريمه عمري ما كنت اتمنى اني اعملها، وجيت ادور على ضحى اللي عمري برضو ما كنت اتمنى انه يحصل لها اللي حصل، بس مش قادر اقول يا ريتني ما جيت ولا عمري هقولها، لاني لو ما كنتش جيت ما كنتش هشوفك. يا ريت اللي عرفتيه ده ما ينزلنيش من نظرك، ولا تفتكري ان عمري قصدت اكون حرامي او اسرق حاجه مش بتاعتي. الحاجه الوحيده اللي اتمنيتها وهي مش بتاعتي هي انتي. انت صاحية؟ كنت قاعدة بقرا شوية. أنا آسف يا حبيبتي إن إحنا ما حلناش نغدى مع بعض. كان عندنا شوية مشاكل كده في الضرايب بنحاول نحلها. ولا يهمك. وحشتيني. وأنت كمان. الشاي هو هو. يا شيخ، وذمتك القعدة في الأوقات الطلق ده ولا القعدة جوا في الكتمة؟ ده كفايه شويه البرد ولسات البرد دي مع كوبايه الشاي دي، لها طعم مختلف خالص. صح، الدنيا برد قوي. ليه يا سكينه؟ انت ليه بتمنعي نفسك عن اي حاجه حلوه جايه لك في سكتك كده؟ ايه؟ مستكتر عليك الحلو ولا ايه؟ بص يا سكينه، علمي نفسك انك لما تشتغلي اشتغلي قوي، اشتغلي بجد، ولما ترتاحي ارتاحي من قلبك، ارتاحي بجد قوي، وانسي كل حاجه، ودي مع نفسك سرحي، دندني، غني، اضحكي. اوعي تحرمي نفسك من اي حاجه حلوه. كلامنا مش ليكي، عشان خاطر حد يعني، الكلام ده عشان سكينة. على فكرة ده أحلى شاي شربت. الو، طب حاوليني بيها. ايوه طنط عنايات، انا امال. هو حضرتك ما قلتش لاحسان اني كلمت ولا ايه؟ لسه نايم لغايه دلوقتي؟ طنط، هو احسان كويس؟ الحمد لله كويس يا امال. لا اصلا ما نامش طول الليل، قلت اسيبه ينام براحته. ما انت عارفه مقهور عشان بابا. ايوه قال لي سلامتك. اوعى تعدي سليم. طيب احب اقول له ارفار. ما رديتش عليها ليه؟ خايف لا تحس من صوتي في حاجة. الدرجة دي بتحس بيك؟ لو هي فعلا بتحس بيك زي ما انت بتقول، لو عندها دم هي أو أي حد من عيلتها، ما كانوا سابيك لوحدك وانت في الظروف دي. يا ماما احنا في ايه ولا في ايه؟ خايف تقول لها اللي احنا فيه ده وتسيبك؟ لا يا ماما مش هتسيبني، مش هتسيبني، لانها مراتي وام ابني اللي بتحبني. وارجوكي بقى، ارجوكي كفايه، مش وقت كرهك لامال خالص يعني، كفايه اللي احنا فيه. اللي هو ايه اللي احنا فيه؟ ها
هنرفع قضية على عمك الواطي. يا ماما بقول لك المحامي بيقول ان احنا لو رفعنا القضية فرصتنا ان نكسبها اقل من 10%. يا ماما عمي باع لنفسه كل حاجة بتوكيل رسمي سليم، يعني موقفه ما عليهوش غبار. عموما خلاص الحمد لله على كده. المهم لازم تسدد ديون ابوك، عايزاه يرتاح في قبره. حتى الدين عمي قال سدده انتوا. ونعمل اخوه. تيجي نروح ناكل جلاس؟ جلاس في اي حته بره جراند اوتيل مش هيبقى حلو، بس هروح عشان خاطرك. كلمي بقى، احكي لي ايه اللي مضايقك. مش انا اللي هتكلم، انت اللي هتتكلمي وانا هسمع النهارده يا دادا. ولا تحبي اقول لك يا ماما زي ما كنت بقول لك زمان وانا صغيره، عشان كنت بغير من امين ان هو بيقولها لك وانا لا. صح فاكره. عمري ما نسيت. فاكره لما اسمت هانم سمعتك وانت بتقولي لي يا ماما؟ فاكره. موتتك من الضرب وحبستك في الاوضه وتضربك، تقول لك اوعي تاني مره اسمعك بتقوليها لحد، وانت تعيطي تقولي حتى ماما سكينه حتى ماما. فاكره. وفاكره ان انا زعلت منك عشان انت ما دفعتيش عني وسبتيها ان هي تضربني. ما كنتش اقدر يا حبيبتي. وبعدين بصراحه يعني حسيت كده ان هي عندها حق انها تتضايق برضه. لا هي ما كانش عندها حق، عشان انت كمان عندك حق ان انا اقول لك يا ماما. مش بس عشان اما فتحت عيني لقيتك قدامي، ولا عشان حنيتك، ولا عشان رعايتك ليا طول عمري، بس عشان انت ام امين اخويا. لا 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 سيبها، تفضلي كرسي. شكرا، تفضل. أنا وأدهم كنا بنحب بعض حتى من قبل ما يقابل مامتك. كنا بنحب بعض من وقت ما كانت أمي بتشتغل في سراية جدك الله يرحمه، وجدك عرف يا مصيبتي على اللي عمله يا نازلي، وطردني انا وامي من الشغل بهدلنا. بس ادهم ما سكتش، كان عارف بقى انا ساكنه فين، فضل يجيلي كل يوم كل يوم كل يوم ويقنعني ان انزل قبله، وانا ابدا مش راضيه، واخده على خاطري قوي. في الاخر بصراحه ما قدرتش ونزلت قابلته، واقنعني بقى ان احنا نتجوز. وافقت، مش هقدر اقول له لا. اتجوزنا في السر من غير اي حد ما يعرف من اهلي ولا حتى امي، وما همنيش. وبعدين جدك بقى الله يرحمه، جدك ده كان جبار جبار يا نظلي، ما حدش كان بيقدر عليه. اه والله راح خطيب له بقى مامتك واصر انها لازم تتجوزه، باباكي وافق، كانش يقدر يكسر له كلمه. ولما اتجوز مامتك كنت انا حامل في امين، ولما خلفته باباكي كتبه كده باسم حد يعني غلبان كده كان هو عارفه، عشان نطلع من الورطه اللي كنا فيها. وانا وافقت، كانش عندي حل تاني، كنت مستعده اعمل اي حاجه في الدنيا بس أدهم ما يبعدش عني. كنت بحبه قوي قوي، عمري ما حبيت راجل غيره في حياتي. وبعدين بقى
فكر هو واسمه هانم انهم يجوا يبنوا هنا الاوتيل. ولما قال لي اتبسطت قوي على فكره، قلت احسن عشان نبقى كلنا قريبين من بعض. وجينا وقفنا كلنا ايدينا في ايدين بعض لغايه ما بنينا الاوتيل ده، وكبر كده قدام عينينا. وفي نفس الوقت انت وامال كمان اتولدتوا هنا وكبرتوا قدام عينيا زيكوا زي امين. ساعات كده تبص الامين يصعب عليا، قلبي يوجعني عليه. كنت الاقي ادهم جايلي كانه قرا اللي في قلبي، شاف عقلي، يروح مطبطب عليا يقول لي معلش يا سكينه استحملي اصبري شويه كمان وانا والله هعوضك انت وابني. كنت بصدقه من اول يوم حبيته فيه، وانا بصدقه عارفه ليه يا نزلي؟ عشان عمره ما وعدني بحاجه وما عملهاش، حتى بعد ما مشي وسابني لوحدي. انا متاكده انه هيوفي بوعده. ازاي ازاي يا بنتي الوضع ده السنين دي كلها؟ عشان بحبه قوي، وعارفه ان هو كمان كان بيحبني قوي قوي. قصدي هي كان بيحبني انا. ساعات ساعات والله اسمت كانت بتصعب عليا. طب انتي وحبك ليه خلاكي تقبلي زي قبلتي ده على امين؟ امين له حق، لازم ياخده. كنت عارفه انه هيجي يوم وتوفي بوعدك، وهو جه اليوم. والسر اللي عشنا طول عمرنا بنخبيه مش هيبقى سر خلاص. نزلي وعدتني انها هتجيب حق امين، انا بثق فيها. عمري ما كنت محتاجة لك قد دلوقتي. أدهم يا ماما الحقيني. أدهم؟ في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا قلبي يا ابني الواد أيد نار. أنا كنت جايين جنبه بقى أثناء طول مدي مصباعي لقيته فجأة بيتنفض وبيشم. والله والله ما تخافش ما تخافش يا حبيبي، روح هات لي تلج بسرعه، شويه تلج كويسين وحاجه فيها كحول او خل. يلا يلا انا هعمل له كم مداد بسرعه. بس 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس 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 الو. ايوه يا مراد. لا ابدا، انا قاعده في الاوضه، انا بقرا روايه. لا بلاش نتغدى بره النهارده، اصل المنيو حلو قوي. طيب خلاص ماشي. لا متشكره، مش عايزه حاجه، مع السلامه.
الو الو ايه نصر ازيك يا علي؟ انا لسه خارج من نقطه حالا. انا خلاص بقيت حر. مبروك. انا كنت قلقان عليك قوي. الله يبارك فيكي. طب خلاص بقى، انت ايه اللي معادك عندك؟ مش عندك شغل هنا ولا ايه؟ يعني انت عايزاني اجي؟ ايوه طبعا وبسرعه. انا كلمت مع دادا سكينه وقلت لها ان انا عارفه على موضوع امين، وانت معاك الجواب اللي كاتبه بابا، وانا محتاجه الجواب ده. هو لسه معاك صح؟ بكره من النجم هنزل على مصر وهنط في اول قطر رايح على اسوان. الجواب اللي انت كتبته لي خليك تعرف نظري قوي علي. يا ريتني كنت اقدر اطير، كنت طرت لغايه عندك. مع السلامه. مفيش حتى كرسي واحد فاضي؟ لا مفيش. شغل يا اخ. اهلا، ازي حضرتك يا حسام بيه؟ ازيك يا فؤاد. انا اسمي فؤاد. ازيك يا فؤاد؟ انت جاي ولا رايح؟ لا انا كنت رايح على اسوان، بس ما لقيتش مكان في الدرجه بتاعتي، بس هسافر بكره ان شاء الله. لا لا، تسافر بكره ايه؟ تعالى 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 احجز لك معايا. اديني 2 تذكرتين اسوان. ما كانش في داعي ان حضرتك تدفع لي تذكره القطر، بس على العموم متشكر. مين قال لك اني عازمه؟ انت راجع على شغلك وانا راجع على شغلي. تعالى نعتبر نفسنا رجعنا من دلوقتي، يعني احنا الاثنين دلوقتي بنشتغل. مش فاهم بنشتغل ازاي دلوقتي. انا لما لقيت نفسي مش عارف اسمك وانا بندهلك في المحطه، انا انزعجت جدا يا فؤاد. ايه المشكله يعني؟ فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه. لا فيها. لما تبقى موظف عندي في الاوتيل اللي انا مديره، يبقى ده معناه ان في فجوه كبيره بين الاداره والمستخدمين، دي مش المفروض تكون موجوده. لاننا طول الوقت بناكد للنزل عندنا انهم لازم ما يحسوش باي غربه، وانهم يعتبروا نفسهم فرد من افراد عيله الجراند اوتيل. في افراد عيله واحده ما يعرفوش اسماء بعض. بس يعني حضرتك برضه لسه قايل، يعني حضرتك مدير واحنا مستخدمين، والعين ما بتعلاش عن الحاجه. ايوه، وقلت كمان اننا عيله واحده ولازم نحس اننا عيله واحده علشان النزلاء يتنقل لهم الاحساس ده، ويبقى روح اقامتهم في جراند اوتيل مختلفه تماما عن اي اوتيل تاني. ما تاخذنيش يعني يا حسام بيه، بس ما فيش حد في المستخدمين كلهم بيحس ان هو اهل مع اي حد تاني من البهوات. وبعدين عشان تبقى عارف برضه، هي مش بالاسامي، لان مراد بيه حافظ اسامي المستخدمين كلهم، بس محدش فينا عمره حس ان هو اهل او قرايب. انا بتكلم بنيابه عن نفسي، ما بتكلمش بنيابه عن حد. ولو انت عندك حق، احنا دايما بنقول للناس اننا عيله واحده، بس احنا في الحقيقه مش عيله واحده. إذا كنا إحنا يا قرايب ويا نسايب مش عارفين نبقى عيلة واحدة. أنا أبويا مات ومحدش فيهم جه يعزيني. بعتولي تلغرافات زي الغرب. أنا والله ما كنت أعرف يا حسام بيه. أنا بقالي 3 أيام في البلد. بقى في حياة حضرتك. حياتك انت بقى يا فؤاد. حضرتك بقى كنت ناوي تسافر والجواب معاك؟ لا هو الصراحة أنا كنت عامله يعني زي مسمار جحا. قلت عشان لو كرهتيني وما بقيتيش طايقة تشوفيني بعد كده، يبقى عندي تلكيكة أجي بيها وأشوفك أنا مرة أخيرة. ليه كنت متخيل ان انا هكرهك؟ واحد وحب واحده وصدقها، مرضيش ياذيها حتى لو هي كانت هتضيعه. بس يعني برضو الواحد ده سرق واتسجن وهرب، وما كانش صريح معاكي من الاول. انت ما نزلتش في نظري يعني، وما كرهتكش. ما اقدرش.
اي نعم كان في فتره انا كان هيجرالي فيها حاجه عشان ما كنتش فاهمه تصرفاتك خالص من ساعه ما الهام جت لحد ما شفتك وانت بتسرق العقد. بس انا قريت الجواب بدل المره 100 وفهمت وغفرت وسامحت. انت عليت في نظري قوي. صحيح رجعت العود؟ رجعت وما تخافش. لا مش خايف انا خلاص بعد ما خدت البراءه من المنصوره وانت كلمتيني وانت ارجع هبطل اخاف. حلوه السلسله عليك دي من اخويا. اخوكي. طيب خلينا بس في اخويا التاني دلوقتي. انا وعدت ده بسكينة ان انا هجيب لامين حق حتى لو اضطريت ان انا اقف قدام العيله كلها. تعرفي ان انتي وامين لقينا على بعض تبقوا اخوات؟ انتوا الاتنين ملايكه مش موجودين على الارض بس انتي احلى طبعا بكتير. ايه البند المكتوب في العقد ده يا اسمه تاني؟ هو الحقيقه هو غريب جدا يا حسين. انا مش فاهم انت ازاي مضيت على حاجه زي كده من غير ما تقراها. اتفضلي هاني. يعني ده جزاتي اني ما رجعتش ورا حضرتك العقد؟ وحتى لو ما كنتش مضيت معقوله يا احسان تبقى عارف ان جراند اوتيل في ازمه وما تبادرش من تلقاء نفسك تحل الازمه دي؟ انا كنت متخيله انك هتعتبر فلوسك وفلوس ام ابنك واحد. ايوه بس المبلغ المطلوب سداده للضرايب ده مبلغ ضخم جدا. طبعا ضخم جدا بس افتكر ان هو مش ضخم بالنسبه لثروه بركات باشا. انت تقريبا وريثه الوحيد يا احسان مش كده؟ انا ثروتي اطيان واراضي مش سيوله. وبعدين الضرايب طالبه التسديد في فتره اقل من شهر. يبقى لازم نفكر ازاي تلحق تتصرف يا احسان. انا شايف انك تبيع حاجه من الاطيان والاراضي دي علشان تلحق تسدد الدين. طب واذا كان المحامي لسه ما خلصش اجراءات الميراث؟ كده عندك مشكله يا احسان. انت ناسي انك انت ماضي على بند بيقول انك مسؤول مسؤوليه كامله عن مديونيه الاوتيل من اول يوم ما توليت الاداره. والعقد شريعه المتعاقدين يا احسان.
Thank you.